السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على طريق المزداوج. نديكم تشوفوا طريق المزداوج نتاع اللي يربط اللي راح يربط حي جولي في اسفل القبة بحي عين نعجة على مسافة حوالي 3 كيلومترات. وهنا رانا في المحول الاول هذا اللي جاي قرب الجسر، وهنا نشوفوا الجسر اللي يمتد فوق طريق السيار نتاع الدار البيضاء، مطار الدار البيضاء الى بن عكنون. وهذا الجسر هو اللي راح يفصل الجزء نتاع عين نعجة بالجزء نتاع جوليفي بقرب من القبة. إذن هنا نحاول نزيد ندخل نتعمق في الورشة ونشوف الحالة نتاع الطريق هذه وين وصلت. هو في يعني في التصنيف تاعه هو من نوع ثاني، يعني طريق مزدوج زوج أرويقة في زوج، يعني عنده 4 أرويقة كما اللي بعض الدول يسموها طرق سيارة عندهم، احنا نسموها طرق سريعة او اكسبرس واي، طريق اكسبرس طريق سريع. هذا هو الان الطريق باتجاه عين نعجة. الطريق هذا راه مازال ما راهش مفتوح، إذن الأشغال مازال وعلى ما يظهر جاية أنه الأشغال تنتهي هنا، وفيه مغلوق، يعني فيه أشغال في الجهة الأخرى لكن طريق مغلوق. أو نرجع نشوف هذا الطريق السريع. نخليكم مع باقي الفيديو والسلام عليكم. خدمة ما زال.